بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يلي صادف ب 12 حزيران، المخرج محمد سمير طحان عرض فيلمه بعنوان أماني في سينما الكندي بدمشق من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبالتعاون مع فريق شمس التطوعي. أكيد الفيلم سلط الضوء على قضية كتير مهمة ومنتشرة باعتبارها فعل مجتمعي وطبيعي ناجم عن الأزمة، عن سنوات الحرب اللي مرت علينا والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. نتعرف أكثر مشاهدينا على هذا الفيلم. يسعدنا أن يكون معنا لليوم الكاتب والصحفي والمخرج محمد سمير طحان. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ليا. صباح الخير لكل مشاهدي قناة الإخبارية. أهلا وسهلا فيك سمير. بالبداية خلينا هيك نحكي عن فيلم أماني. شو يعني أماني؟ ليش اخترنا هالاسم؟ وخلينا هيك نعرف شو قصة الفيلم، شو الفكرة؟ أماني هو اختصار لمجموع الأمنيات وبنفس الوقت أيضا لمعنى الأمان. بطل الفيلم هو طفل بعمر المدرسة الابتدائية الأولى، ممكن يكون صف ثاني أو ثالث بهذا العمر، بيحب المدرسة كثير، إلا أنه ظروفه الاجتماعية بتخليه أنه ما يكمل بالتعليم. زوج أمه بيرغموا على ترك المدرسة ليشتغل معه بجمع النفايات من حاويات القمامة. فهو بأحد الأيام هو بهذا العمل بيشوف مجموعة من الأوراق الممزقة، فهو عنده شغف للقراءة وحب للقراءة، بخبيهم تحت ثيابه ليروح على البيت وبيبلش يقراهم، هيك يوصلهم مع بعض ويقراهم. فبيطلع معه إنه هاي رسالة من بنت اسمها أماني عم يعذبها زوج أمها وعم تطلب المساعدة. فتاني يوم من نفس المكان اللي لقى فيه عزته الدنيا انه هو عاش، فهو حس انه هو المعني بالموضوع وانه هو البطل المخلص لهي البنت. فبيحاول يشوف من وين اجت هي الاوراق، فما بيشوف غير بنايه واحده هي مقابل هي الحاويه، فبيقرر اقتحام هذا البناء للبحث عن اماني. يعني نحن في عندنا حتوته ظاهره، طفل عم يدور على بنت، لكن في إلى إسقاطات، في إلى معاني، في إلى رمزية. هو كان عم يدور على أمانه وعلى أمنياته وببلش بهي الرحلة عم يداوي وجعه من خلال غيره تماماً. فهو هون هي الرحلة فيها كتير من الرسائل، قديش نحن بحاجة اليوم لحتى نكون سند لهي الشريحة من الأطفال، لحتى نكون داعمين لإلها، لحتى يلاقوا أمانهم وأمنياتهم، دعمهم واحتضانهم واحتضان مواهبهم ورعايتها، لحتى نكون نحن السند لهم ليتعافوا من آثار الحرب يلي عاشوها خلال السنوات الماضية ويكونوا أفراد منتجين وفاعلين وإيجابيين في مجتمع صحيح ومعافى. تمام. يعني يمكن المشاهد ده بيشوف الفيلم بشكله النهائي ما بيعرف أنه في اليوم رحلة من التحضيرات، من التعب، من الجهد. خلينا نوضح اليوم كيف كانت التحضيرات، كيف كانت استعدادكم لحتى أطلقتوا الفيلم. الفيلم انكتب قبل 5 سنين، شاركت فيه بمسابقة سيناريو سينما الأطفال في المؤسسة العامة للسينما وأخذ جائزة عام 2021، وعليه تم تبني الفيلم وإنتاجه في عام 2022. البحث عن شركاء حقيقيين في هذا الفيلم كان هو الأصعب. رسالة الفيلم كتير عميقة، تحتاج إلى تبني، إلى دعم لحتى يكون الكل معني بهذا المشروع. وفقت، يعني بعتبر حالي محظوظ بأني وفقت بشركاء حقيقيين، ابتداء من الطفل بطل الفيلم حمود أبو حسون، واحفظوا هذا الاسم جيدا لأنه حيكون أحد نجوم سوريا في المستقبل. هو جدا موهوب وجدا حساسيته عالية ورفع يعني من قيمة الدور بشكل كتير كبير وأدى بما هو مطلوب منه. بالإضافة لأنه شرفني الراحل الكبير أسامة الروماني بأنه كان مشارك بالفيلم لتبني لرسالة الفيلم، وعاد إلى السينما بعد انقطاع ل 42 عام من خلال هذا الفيلم، وللأسف لم يتسنى يعني له مشاهدة الفيلم، توفي قبل عرضه بأيام. لروحه الرحمة، وأنا أهديت العرض الأول لروحه. شركائي الآخرين كانوا على نفس السوية من الحرفية والتبني، الأستاذ الكبير جمال العلي، الأستاذ القدير عادل أبو حسون، القديرة صباح السالم، الفنانة المميزة نجاح مختار،
الفنانة مادونا حنا، وأيضا مضر عساف، وطفلتين اليسار نعمان وروسيل إبراهيم. الجميع كان عندهم حالة تبني، أيضا الكادر الفني كان على مستوى عالي من الحرفية والمهنية. كان معي مدير التصوير والإضاءة الأستاذ باسل سراولجي، اشتغل شغل جدا رائع. إدارة الإنتاج وائل يونس، وإدارة الإنتاج العامة لمهند إبراهيم. كان في حالة تبني من كل فريق العمل حقيقة، حتى وصلنا لأفضل نتيجة. المونتير وائل طه أيضا بذل مجهود كبير. الجميع صراحة بذل كل ما يستطيع لحتى نوصل لأفضل نتيجة ممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة، وعطوا من قلبهم أكيد لنجاح العمل. يعني حضرتك كمخرج وككاتب للعمل فيلم أماني، اليوم قديش حسيت بهذا المجهول وقت شاف النور، أنه هو هيك مثل ما بيقولوا راح كل التعب، وهيك فرحت بمولودك الجديد يلي صار هيك بين الناس، صاروا يشوفوه، شف ردات فعل الناس كيف كانت، قديش هيك صار عندك ثقة أكثر، طاقة أكثر، قديش أنت هيك شايف حالك بكل فريقك كمان؟ أجمل شعور هو لما بتحصدي نتيجة تعبك، لما بتصلي للنجاح. نحن يعني أي عمل فني ينجز هدفه هو الوصول إلى الجمهور. ونحن عندنا مشكلة الحقيقة اليوم بأنه الأفلام القصيرة هي ليست متاحة للجمهور، لا يمكن عرضها إلا من خلال المهرجانات. والمهرجانات نحن معنا مهرجانات حاليا كله متوقف، فهذا عم بيحد من وصول أي منتج من خلال الأفلام القصيرة للجمهور. نحن صورنا بعام 2022 بآدار، أكل معنا العمليات الفنية وقت سنة كاملة لحتى جهز الفيلم. سعيت لأنه هذا الفيلم يوصل لأكبر شريحة، ففكرت أنه شو هي الطريقة لحتى نحن نعرض هذا الفيلم بمناسبة تتواءم مع رسالته. فكان اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال اللي هو اللي بيصادف 12 حزيران. بنفس الوقت تواصلوا معي فريق شمس التطوعي من مدينة السويداء، وكانوا عاملين حملة خلال الأيام 12 الأولى من شهر حزيران لمكافحة عمالة الأطفال من خلال عدة فعاليات وأفلام فيديو كانوا مصورينها، وطلبوا أن يكون داعم لهم بهذه الحملة. فأنا شفت أنه أفضل دعم ممكن يكون هو أنه نحن ننسق جهودنا مع بعض ونعمل ختام حملتهم بيوم 12 حزيران من خلال تقديم عرض خاص لهذا الفيلم حتى الناس تشوفه. تقدمت بالطلب لإدارة المؤسسة العامة للسينما، وتم تبني هذا الطلب من قبل الأستاذ مراد شاهين مدير عام المؤسسة العامة للسينما، بوجه له تحية. وحددنا الموعد وقدمنا دعوات لكل المعنيين بشأن الطفولة يلي صراحة ما شفنا منهم حدا، ولكن المحبين والداعمين من المحيطين من إعلاميين وفنانين وجهات فردية وأهلية كانوا متواجدين. الصالة صراحة يعني كانت ممتلئة تقريبا على أكملها. كان في حالة تبني للفيلم. الفيلم في عدة مستويات من المشاهدة، فيك تشوفيه بقصة عادية عم تشوفيها وتتفاعلي مع قصة إنسانية، فيك تغوصي أكثر من خلال الرمزيات اللي مقدمة فيه من خلال العناوين والحوارات والصورة. الصورة كانت هي العامل الأكبر والأساسي في توصيل هذه الرسالة، والموسيقى أكيد. بوجه تحية كمان للمؤلف الموسيقي خالد رزق اللي قدم موسيقى جدا مميزة للفيلم. ردود الأفعال كانت جدا إيجابية، جدا جميلة بعد الفيلم. الرسائل وصلت بعدة مستويات، عملنا مناقشة بعد الفيلم، فرصدت أنه العالم كانت شايفة أدق التفاصيل ووصلت الرسالة كما نريد. وهذا هو الهدف الأساسي من هذا الفيلم، أن احنا نوصل صوتنا. الفن لا يمكن أن يعالج المشاكل، لكنه يقدمها ويقترح حلول ويحفز ويحرض على إيجاد الحلول للبحث عن هذه المخارج لكون كلنا شركاء في بناء سوريا المستقبل كما نحب. أكيد. يعني سمير، خلال حديثك عن الفيلم ذكرت أنه كانت البطولة للطفل، أيضا بدنا نوضح أنه كان في عدة أطفال بالفيلم. خلينا نحكي، صعب اليوم التعامل مع الأطفال، كيف تم تدريبهم، كيف تم تأهيلهم لتصوير الفيلم؟ أصعب أنواع الفن هو ما يقدم للأطفال أو من يكون صناعه من الأطفال. فأنت اليوم لما بيكون في عندك فريق من الأطفال، أنت عندك مهمة مضاعفة. مهمة المخرج هو إدارة الممثل، فيجب أن يكون لديك ممثل بالبداية حتى يعني تديريه بشكل صحيح.
رحلة البحث عن البطل كانت رحلة شاقة، إنما توفقنا بأنه وجدنا البطل الصحيح. الطفلتين الأخرتان كانتا يعني موهوبتان أيضا، وهذا ساعد في رفع مستوى الفيلم. التدريب صراحة أنا هون بدي وجه تحية للأستاذ عادل أبو حسون، هو والده لحمود أبو حسون، يعني تولى هو موضوع تدريبه. كان عنا أكيد جلسات قبل التصوير وبروفات، إنما الجهد الأكبر في تدريبه كان على عاتق الأستاذ عادل أبو حسون. أنا كنت أطلب منه ما أريد في كل مشهد، وكان هو متدرب على ما تم الاتفاق عليه. وعند التصوير كان في حالة شغف لدى هذا الطفل لتقديم أقصى ما يستطيع بحماس وشغف وحب. عندما انتهينا من آخر يوم تصوير، وكانت عند الساعة يعني 1 صباحا، وكان منهك يعني تصوير طيلة النهار، زعل أنه خلص التصوير، أنه خلص نحن بكرة ما راح نصور، ما في تصوير. فأنه خلصنا هذا الفيلم، بس أكيد راح يكون في عنا مشاريع أخرى. هي الحالة من الحب، حالة من هذا الشغف الموجود عند الأطفال من الصغر، هذا كله لمسوه العالم وقت شافوا الفيلم. النظرة في مشهد بيكون راكب بالسيارة، وبالسيارة اللي هي الشاحنة اللي تبع عمه، وبيمروا من قدام المدرسة، فبيطلع برفيقه، هي النظرة ما في حدا ما وصلته، ما في حدا ما عملت له غصة بقلبه. قديش كان متقن بهذه النظرة، وعم يحس بالانكسار، وهو حاسس انه حلمه عم يبعد عنه. النظرة ما بينه وبين رفيقه، رفيقه فايت على المدرسة وهو رايح على الشغل بحاويات القمامة. فبعتقد انه رسالتنا وصلت، بذلنا كل ما نستطيع من جهد ضمن الامكانيات المتاحة، ونتمنى ان يصل الفيلم لابعد مدى، ان نشارك فيه في مهرجانات خارجية، وان ينال جوائز بما يستحق، وان تصل رسالته الى كل العالم. نعم اكيد، يعني عفوا، هي الرساله لازم تعالج ضمن مجتمعنا. ويمكن شفنا كمان في مسلسلات تلفزيونيه كثيره حكت عن هذا الموضوع، ولكن لازم يعالج، لانه حرام الاطفال وحرام المشهد اللي عم نشوفه بالشارع. بنتمنى يوصل صدى نجاح الفيلم للجهات المعنيه، ويعني يصير في هيك شوي معالجه لهذا الوضع. سمير، خلينا نحكي اليوم نحن بعصر السوشيال ميديا، بعصر التكنولوجيا الحديثه، حكينا عن الفيلم، ولكن اكيد في البرومو نزل على ممكن صفحاتكم، ممكن في ناس نزلوا كستوريات. خلينا نحكي قديش مهم اليوم السوشيال ميديا بحياة المخرج والكاتب، قد مهم انه كمان مو بس الموجودين بالصالات، بجوز في ناس هنا خارج البلد ما قدرانين يشاركوا فرحة نجاحك للفيلم، كمان كان لهم صدى، كان لهم مشاركات بالرأي، بالنجاح، بالفرحة. خلينا نحكي اليوم السوشيال ميديا بحياتك، هي اكيد سلاح ذو حدين، ولكن بالنسبه لفيلمك كان لها هيك وقع ايجابي؟ اكيد اليوم السوشيال ميديا هي الاعلام الجديد، الاعلام الوافد اللي له متطلباته وله شروطه وله اليه التعامل معه. هو اليوم حاله ايجابيه اذا عرفنا نستخدمها صح، بتوصلي من خلالها لاكبر عدد من الجمهور باماكنهم، انت بتروحي لعندهم، منوفر وقت، منوفر جهد، منوفر حتى مال بهذا الموضوع. أكيد كان في تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، كان في تغطية إعلامية من وسائل الإعلام التقليدية، واللي هي بدورها اليوم عم يكون كل شغلة موجود على السوشيال ميديا. فنحن شاركنا كل ما تم تغطيته لهذه الفعالية، وتم التفاعل معها بشكل كبير من داخل سوريا ومن خارج سوريا. أنا بحكم عملي كصحفي وإعلامي عمل بالإعلام المرئي أيضا، فعندي علاقات واسعة، أجاني ردود أفعال جدا جميلة من داخل سوريا ومن خارج سوريا. من لم يتمكن من حضور الفيلم والعرض الأول شاهد المقاطع التي بثت، وشاهد اللقاءات والتقارير والمقالات الصحفية التي كتبت، فكان في حالة من الرصد التي يعني نقلت الحالة ونقلت الرسالة ونقلت ردود الأفعال، وكان هناك عين تشاهد وترصد كل ما يتم تناوله من خلال هذا الفيلم. فأعتقد أن الرسالة وصلت. وأيضا السوشيال ميديا اليوم مثل ما حكيتي حضرتك هي سلاح ذو حدين، يجب أن
نفهمه، نفهم كل خفاياه وكل أبعاده حتى نقدر أن نديره بالشكل الصحيح ونستفيد منه بأوسع مدى، وأن لا يكون هو حالة من الفوضى أو حالة سلبية تؤثر على مجتمعنا. يجب ضبطه بالوعي وبحسن الإدارة، لأنه اليوم ما فيك تمنعي الناس على الدخول للمشاهدة، إنما هي تحتاج إلى رفع نسبة الوعي ومستوى الوعي ورفع الكفاءة في إدارة هذه الوسائل إعلاميا بشكل جيد. أكيد. يعني قديش ممكن اليوم السينما قادرة توصل صورة التلفزيون والمسرح ما بيقدروا يوصلوها؟ لكل وسيلة خصائصها ودورها في الحياة. اللي فيك تقولي بتقرير تلفزيوني ما في داعي تعملي له فيلم، واللي بدك تقوليه بفيلم ما في داعي تعملي له عرض مسرحي. كل وسيلة وكل مجال له خصوصيته في التعاطي من خلال التجهيز لهذه المادة أو هذا المجال، ما يتطلبه من أدوات عمل ومن رسالة. السينما تعتمد على الصورة، تعتمد على الدخول إلى الخطوط الحمراء بطريقة ذكية. ما يقدم بالسينما لا يمكن أن تقدمي في تقرير تلفزيوني، لا يمكن أن تقدمي في لقاء تلفزيوني، لا يمكن أن تقدمي في مسلسل تلفزيوني، لأنه السينما هامش الحرية فيها أكبر، وتستطيعين أن تقتحمي يعني من خلالها أفكار قد يكون من المحرم الاقتراب منها، ولكن بذكاء، بعيدا عن المباشرة، بطريقة فنية تحترم ذائقة وعقل المشاهد. العرض المسرحي أيضا له متطلباته، والدراما التلفزيونية لها متطلباتها، وأيضا الإعلام لكل أكيد. وسيلة خصائصها ومتطلباتها حتى تصلي إلى جمهورك المستهدف وتقدم رسالتك بطريقة تحترم هذا المشاهد أو هذا الجمهور وتحققي الفائدة ورجع الصدى المطلوب. نعم. يعني نحن بدنا نقول لك ألف مبروك، وناطرين أكيد أعمالك القادمة بكل نجاح ورسالة تكون هادفة وتلاقي صدى. شكرا كثير لك. أنا كثير بدي أشكركم، أنتم شركاء حقيقيين دائمين، كنتم متواجدين بالعرض الخاص ودائما تواكبوا كل جديد. تحية لكم في كادر الإخبارية من الإدارة وكل العاملين فيها، وشكرا لكل وسائل الإعلام التي رصدت هذا العرض الخاص للفيلم ولكل شركائي بالفيلم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك أستاذ.